السلام عليكم. السعودية تبدي استعدادها وضع ملياري دولار في البنك المركزي كوديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. هذا مضمون الخبر المعنون في وكالة الأنباء اليمنية سبأ. الخبر جاء ضمن مخرجات تحركات الرئيس هادي الخارجية في المنطقة التي تشهد تحركات سياسية واسعة في العديد من الاتجاهات، لكنها أي تلك التحركات لا تخلو من الشأن والأزمة اليمنية. في الجانب الآخر تقود الكويت ما يمكن أن يطلق عليه بالتحركات السياسية الهادئة في المنطقة، الأمر الذي اتضح من خلال زيارة الرئيس الإيراني روحاني إلى الكويت والتي عقبتها زيارة أمير الكويت إلى مسقط. بذلك يناقش المساء اليمني التساؤلات التالية: هل تأتي الوديعة في إطار الثقل الاقتصادي الذي تدفع به السعودية لإحداث استقرار في النظام المالي للشرعية؟ هل استطاع التحالف العربي بقيادة السعودية تعزيز توجه الإدارة الأمريكية تجاه الخطر الإيراني؟ زيارة أمير الكويت الأخيرة إلى عمان، ما دلالاتها وهي التي جاءت بعد زيارة الرئيس الإيراني لمسقط وللكويت؟ حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. سيكون معنا للنقاش الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء محمد القبيبان، معنا عبر السكايب من الرياض، وكذلك المحلل السياسي محمد علي عثمان من الدوحة. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير. حراك سياسي ودبلوماسي تشهده بعض العواصم الخليجية، أغلبه له علاقة بالقضية اليمنية والمساعي السياسية المصاحبة لتحولات الحرب في المنطقة. المملكة ترمي بثقلها الاقتصادي والسياسي والعسكري لمواجهة الخطر الذي يهدد أمن اليمن والمنطقة، وفي مقدمتها السعودية، وتعلن استعدادها دعم النظام المالي اليمني بوديعة مالية قدرها مليار دولار، مبلغ من شأنه بحسب خبراء تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وحضور الدولة التي يقاوم اليمنيون جيشا ومقاومة لاستعادتها بعد التقويض والانهيار منذ الانقلاب والاجتياح. الوديعة تأتي حصيلة التحركات الأخيرة للرئيس هادي بحسب ما جاء في وكالة سبأ للأنباء، وبالتوازي مع تحركات الرئيس هادي تأتي التحركات الإقليمية الجديدة ذات العلاقة بالأزمة اليمنية، أبرزها زيارة أمير الكويت الأخيرة إلى سلطنة عمان. الزيارة تأتي بعد أسبوع من زيارة روحاني للكويت وعمان والحديث المتعلق بتسوية الأزمة اليمنية مع طهران المغذي الرئيس للأذرع المسلحة التي تهدد أمن المنطقة. الغضب السعودي من إيران بات واضحا أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما أشارت إليه تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن إيران أكبر دولة ترعى الإرهاب في العالم، وبحسب قوله ما لم تغير إيران سلوكها سيكون من الصعب جدا التعامل معها. بينما دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف دول الخليج إلى التعاون مع إيران لمعالجة أسباب القلق والعنف في المنطقة بحسب قوله. لكن السؤال الذي يظل عالقا منذ بدء الحديث عن الحلول السياسية عمن يمتلك مفاتيح الحل في اليمن على أساس المرجعيات الأساسية، خصوصا أن الطرف الانقلابي معرقل ولا يستجيب للحلول السياسية المستدامة، وكيف بالإمكان إنجاز حل سياسي مع أطراف لا تتعاطى مع السياسة ولا تعمل وفق قواعدها المتعارف عليها في أرجاء المعمورة؟ مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي، وأبدأ مع الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. يا أهلا وسهلا ومساء الخير عليك والسادة المشاهدين وضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ. سيادة اللواء، يعني لو بدأنا في قراءة إجمالية للتحركات التي حصلت في الإقليم في الفترة الأخيرة وكذلك التصريحات التي خرجت من قادة من رؤساء دول وكذلك وزراء خليجية، هل أعطيتنا قراءة إجمالية لها، سواء زيارة الرئيس الإيراني لمسقط والكويت، أمير الكويت إلى مسقط، وكذلك تصريحات وزير الخارجية السعودي؟ شوف، يعني في حلقة سابقة تكلمت مع حضرتك على القناة بلقيس، وتكلمنا أنه منذ يعني وصول الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة السيد ترامب، وكان يعني السيد ترامب رأى
مع إدارته بأن الوضع في العالم يتدهور من أسوأ إلى أسوأ مما أثر على المصالح العالمية. نحن لا نتحدث هنا فقط على المصلحة الأمريكية، وكان محور حديثه يعني بأن هنالك مصالح تهدد الولايات المتحدة، وأغلب مصالح الولايات المتحدة في الإقليم في منطقة الشرق الأوسط. نعم، يعني هناك تقطع في الصوت سيادة اللواء، هل هناك إشكال؟ نعم هناك تقطع في الصوت، إذن سأعود لك سيادة اللواء، لكن قبل ذلك أذهب إلى المحلل السياسي الأستاذ محمد علي عثمان، ينضم لنا أيضا عبر السكايب من الدوحة. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، سعد الله مساءكم وتحياتي لك أستاذ المشاهدين ولضيفك. أهلا بك أستاذ محمد. الآن يعني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، كان هناك إعلان عن استعداد المملكة العربية السعودية لإيداع أو وضع وديعة نقدية بقدر ملياري ريال أو دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني. هذا الأمر أثمر كما يبدو من تحركات الرئيس عبد ربه منصور هادي. كيف يقرأ هذا الأمر في سياق التحركات التي تجري في المنطقة؟ نعم أخي العزيز، أولا لا غرابة في موضوع دعم المملكة العربية السعودية، فهي أتت لدعم الشرعية في اليمن واستعادة الدولة ودعم الحكومة ودعم الرئيس هادي. وعلى المسرح العسكري هناك المسرح الاقتصادي والحياة الاقتصادية، فبالطبع أظن أنه ليس بغريب، يعني نحن نتوقع من دول مجلس التعاون الخليجي دعم أكبر للاقتصاد اليمني، ولكن أنا بتقديري كنت أقول طوال الوقت أنه لم يئن الوقت لذلك، لكن نتوقع دعم أكبر من هذا ومبادرة إيداع أو الموافقة على إيداع وديعة بمبلغ ملياري دولار للبنك المركزي. هذا سيسهم في استقرار العملة، استقرار الاقتصاد نوعا ما، وفي مساعدة الحكومة الشرعية على تلبية الخدمات وأيضا إعطاء تطمينات للمستثمرين ولرؤوس الأموال داخل اليمن، خصوصا في المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية، لأن الريال العملة ستستقر نوعا ما، وستستطيع الدولة ممارسة مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين، وهذا جزء لا يتجزأ من المعركة الأساسية التي هي معركة استعادة الدولة. فالجانب الاقتصادي لا يقل أهمية عن الجانب العسكري، ونحن نتطلع لإخواننا في مجلس التعاون أن يدعموا الشرعية ويدعموا الحكومة اليمنية بأكثر من هذا. فحقيقة هذه خطوة إيجابية وفي الطريق الصحيح حقيقة، وتتسق مع كل التحركات الإقليمية وطبيعة الفهم الدولي لما يحدث في اليمن، وطبيعة معرفة خطر جماعة الحوثي التي هي في الحقيقة يعني العالم كله يعرف أنها يد من أيادي إيران. ففي الأخير الناس الآن تشخص الوضع الإيراني وعدم احترامه لخصوصيات الدول وللشؤون الداخلية في الدول العربية وإحداث المشاكل وإحداث الفوضى داخل هذه البلدان والسعي لقلب أنظمة الحكم فيها. فحقيقة هناك خطوات مبشرة وخطوات جيدة بالتوازي مع التقدم العسكري والانتصارات العسكرية التي حدثت في اليمن في أكثر من جبهة. نعم، طيب هناك من يطرح على أن دولة الكويت، يعني إذا ما خرجنا أكثر للإقليم بشكل أكبر، دولة الكويت لها تحركات سياسية تاريخية في وضع يعني المصالحة في اليمن، ولها وساطات كثيرة تاريخيا في هذا الخصوص. الآن هل تحاول هي القيام بدور في هذا السياق مع اعتبار أنها أحد يعني إحدى دول التحالف العربي في نهاية المطاف؟ والله حقيقة نحن منذ البداية والحكومة والتحالف أعطى فرصة للحل السياسي، والكويت هي عنصر فاعل في التحالف العربي، وهي دولة فاعلة واستضافت الحوار لأكثر من قرابة 100 يوم على أراضيها، وهناك فرصة للحل السياسي، لأنه في الأخير الحروب وكذا ستنتهي بحل ما، يعني فهناك فرصة للحل السياسي، بس على جماعة الحوثي أن يقتنصوا هذه الفرص، وليعرفوا أن العالم الآن وأكثر من تصريح لأكثر من وزير خارجية، والعالم الآن أدرك أن إيران
تغذي هذه الميليشيات وهذه الجماعات. إيران تدعم الجماعات الإرهابية في البلدان العربية وتريد إطلاق الوضع. لذلك على الحوثيين إن أرادوا البقاء والانخراط في الحياة السياسية والعيش معنا كيمنيين أن يستجيبوا لهذه الفرص وأن يجعلوا من الكويت بشيرة خير في هذا الجانب في التمهيد لحل سياسي. أيضا سلطنة عمان لعبت دور المحايد في هذه العملية وتعتبر يعني مرجع بالنسبة للحوثيين وغيرهم من يرجعوا لها وتبقى كوسيط إذا كان هناك من حل سياسي. وإذا قبلت الميليشيات تسليم الأسلحة والانسحاب من مؤسسات الدولة والانصياع لقرار مجلس الأمن 22/16. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ محمد. ينضم لنا الآن عبر الهاتف مشاهدينا الكرام دكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا ينضم عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا بك. هناك وديعة قدرها ملياري دولار تحدثت وكالة الأنباء الرسمية سبأ على لسان الرئيس عبد الرب منصور هادي أن السعودية مستعدة لوضعها في البنك المركزي. هذا الأمر ما الذي يعني سيفيده على الصعيد الاقتصادي وسينعكس في نهاية المطاف سياسيا للشرعية؟ أولا أستطيع أن أبارك للشعب اليمني بأن المملكة العربية السعودية كما أنقذته في 26 مارس بالعاصفة الحزم أيضا جاءت العاصفة الاقتصادية التي أنقذته أيضا من انهيار الريال وهي إيداع وديعة ب 2 مليار دولار في البنك المركزي. هذه الوديعة ميزتها أنها سوف تمكن الاقتصاد أو العملة من الاستقرار. ما يحصل الآن للعملة اليمنية هو أنه كانت في هناك انعدام للسيولة. هذا الانعدام للسيولة يشبه اليبوسة في, 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 في كلام الطب يعني في مهنة الطب بسبب يعني أن السيولة جاءت فإنه هذه اليبوسة أدت إلى أن يخرج كل من احتفظ بالأموال بالريال اليمني أنزلها إلى السوق وبالتالي تحولت اليبوسة إلى إسهال. وبالتالي فإنه العلاج الآن هو وجود هذا الاحتياطي الذي يستطيع أن يوازن الوضع الاقتصادي بحيث أنه تستقر العملة عند الرقم الذي يحدده البنك المركزي مع إمكانية الصعود والهبوط نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة. يعني هذه الوديعة هي إنقاذ، هي نكتة، هي عمل جبار لن ننساه للمملكة العربية السعودية لأنها أنقذتنا من انهيار اقتصادي. وهذا الأمر سوف يصل تأثيره إلى كل بيت، إلى كل إنسان موجود في اليمن من خلال عدم الارتفاع في الأسعار أو الحد من الارتفاع الشديد في الأسعار. طيب كيف يمكن ضمان تدفق العملة الصعبة بشكل مستمر ويعني تعزيز ثقة المودعين بالنظام المالي في للشرعية؟ هذه العملية تحتاج أولا إلى حسم القضية العسكرية، يعني الوضع العسكري في يلعب دور، أو حل سياسي يضمن تطبيق القرار 22/16، أو طبعا بالإضافة إلى البدء بتصدير البترول والنفط بشكل عام وكذلك تصدير الغاز وكذلك تصدير السلع الزراعية والسلع المختلفة من عسل من أسماك وغيرها من السلع التي كنا نصدرها والتي في الحقيقة كنا نصدرها إلى المملكة العربية السعودية التي سمحت في الآونة الأخيرة لهذه السلع بالتدفق إليها وكذلك تحويلات المغتربين. وهنا أريد أن أنوه أنه خلال الفترة من شهر 11 إلى شهر 4 تعاني اليمن عادة في كل عام تعاني من مشكلة في نقص في السيولة بسبب توقف الإمداد من العملات الصعبة. وهنا أحب أن أشير إلى أن اليمن تستطيع الحصول على 850 مليون دولار من البنك الدولي كنا موعودين فيها كجزء من شبكة الأمان الاجتماعي التي كانت تنفق على 1.5 مليون أسرة في اليمن.
هذه الأمور نعم كلها فيما لو تكاتفت سوف تؤدي إلى استقرار سعر العملة. إذن أشكرك عضو اللجنة الاقتصادية العليا دكتور محمد حلبوب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى الرياض أيضا، ينضم لنا من جديد اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي. كنت تتحدث سيادة اللواء عن القراءة الإجمالية لطبيعة التحركات في الإقليم، يعني هل تفضلت بالإكمال رجاء؟ سيادة اللواء تسمعوني؟ لا والله أنا ما أسمعك، ممكن. طيب كنت أقول يعني قبل أن ينقطع عن السكايب، كنت أتحدث عن قراءة إجمالية لطبيعة التحركات في الإقليم من زيارة الرئيس الإيراني للكويت وكذلك مسقط، وزيارة أمير الكويت إلى مسقط، وتصريحات وزير الخارجية السعودي. سيادة اللواء، إذن يبدو أن هناك إشكالية في الصوت من المصدر. أذهب إلى أو أعود إلى سيد محمد علي عثمان المحلل السياسي، ينضم لنا عبر سكايب من الدوحة من جديد. أستاذ محمد، هذه التحركات التي يعني تجري في المنطقة، هناك من يرى أنها تبشر أو يعني تمهد لنوع من الوساطة التي قد تحل الأوضاع بشكل سياسي. هل يمكن ذلك؟ هل يعني تشير الأوضاع بالفعل إلى ذلك؟ نعم أخي، التحركات التي تحدث هذه الأيام تحركات جادة على أكثر من صعيد، ومنها الاتجاه السياسي، وهذه فرصة ذهبية لجماعة الحوثي ولهذه الميليشيات. ولكن أؤكد لك، بطبيعة هذه الجماعة لن تمد يدها للسلام ولن تستسلم بمعنى أصح إلا إذا حسم الموضوع بشكل عسكري بشكل أكبر، وإذا ضيق عليها الخناق. لكن فرصة الحل السياسي موجودة ومطروحة، وهذه حقيقة تدليل لهذه الجماعة الإرهابية التي أحدثت هذه الكارثة في اليمن. حقيقة العالم عرف، ونحن جميعا نعرف دور إيران في المنطقة وإحداثها لكل هذه الكوارث في البلدان العربية. دخلت العراق ودمرتها، دخلت سوريا ودمرتها، في البحرين تحدث فوضى، في اليمن تريد الإحكام السيطرة على المنطقة. نحن نخاطب المجتمع الدولي ونقول للعالم أن هذه الجماعة هددت الأمن اليمنيين، وهددت الأمن العالمي والدولي، هددت التجارة العالمية على الممرات المائية، على أهم مضيق باب المندب. ولذلك نحن لا زال الحل السياسي مطروح، ولا زالت الفرصة للوصول لحل سياسي متروكة، وهناك سلطنة عمان كعنصر محايد في المنطقة يمكن من خلاله أن يتم هذا. هناك تحركات الكويت هذه الأيام كما يحدث. فحقيقة إذا كان الحوثيين وإذا كانت إيران جادة في الوصول لحد، إذا كانت إيران فعليها أن تعطي التوجيهات لعبد الملك الحوثي ولأياديها في اليمن أن يستجيبوا للسلام ويجنبوا ما تبقى من اليمن ويجنبون هذا الدمار الذي حدث. نحن على وشك مجاعة حقيقية وعلى وشك انهيار كلي للدولة بكل مقوماتها. هناك ملايين النازحين، هناك ملايين اللاجئين والمشردين، هناك ملايين الجوعى، هناك جرحى، ويعني أحدثت لنا كارثة حقيقة. والأهم أيضا أن الشارع اليمني عرف قبح هذه الجماعة. ولذلك بالنسبة للحل السياسي، كما أسلفت أنه الحل السياسي وارد، وأي حرب تنتهي بحل سياسي هذه حقيقة. لكن هل ستقتنس جماعة الحوثي هذه الفرصة وترضخ للسلام وللحل أم لا؟ هذا شيء متروك لهم. لكن نحن نخاطب الشرعية والاتحاد أن الاستمرار في الحسم العسكري هو من سيركع جماعة الحوثي للاستجابة لحل سياسي. طيب إذن أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ محمد. ينضم لنا من جديد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، لكن هذه المرة عبر الهاتف. مساء الخير مجددا سيادة اللواء. يا أهلا وسهلا، وكان ودي أن أكون معكم بس عادي اللي حصل. لا مشكلة. حياك الله. أهلا وسهلا. لا مشكلة، أهلا بك سيادة اللواء. نعود إلى ذات النقطة من وجهة نظر استراتيجية عسكرية أيضا. التحركات السياسية في المنطقة بين شد وجذب، بين وساطات هادئة كما يبدو تحاول الكويت أن يعني تلعب دور فيها، وكذلك تحركات إيرانية، وبالمقابل تصريحات سعودية. هل لك أن تعطينا قراءة إجمالية من وجهة نظرك؟
هو كقراءة ويعني تحليل أولي أنا أشوف أن الأزمة اليمنية بإذن الله في طريقها إلى الحل. وهو ليش؟ لأنه المجتمع الدولي وأنا ذكر سبق وذكرت لحضرتك وعى والعالم أجمع وعى. اليوم في مؤتمر الأمن في ميونخ معالي وزير الخارجية السعودي صرح تصريحات واضحة بأن المشكلة في المنطقة تأتي من الجانب الإيراني، وتكلمنا عن هذا كثيرا. ولكن خلينا نشوف إحنا التحركات الأخيرة، سواء زيارة رئيس الحكومة الإيراني للكويت وعمان، أو اللي زي ما ذكرت زيارة الوفد الكويتي إلى عمان لملاقات السلطان العماني. هذه التحركات تعطينا مؤشرات. المؤشرات ما هي؟ أنا أعتقد شخصياً بأنه الجانب الإيراني الآن يقع تحت ضغط أو ضغطين. الضغط الأول الضغط الدولي والضغط العالمي بمنع أو حظر الإيرانيين من السفر إلى الولايات المتحدة، بغض النظر أنه لم يقر هذا القانون، ولكن هذا كان مؤشر يؤدي على أو يؤدي إلى أن هنالك الوضع الإيراني أصبح يعني أمام العالم، وأصبح يعني مفضوحا أمام العالم بدعمه للجماعات الإرهابية. ورضى من رضى وأبى من أبى بأنه الإيرانيين هم أساس المشكلة في المنطقة. هذا أولا. المشكلة الثانية التي يعني بدأ ينحى أو تنحى القيادة الإيرانية لحل المشكلة في المنطقة، وهي منع أو حظر بعض الشركات وبعض رجال الأعمال الإيرانيين. ماذا سوف يحدث هذا؟ ماذا سوف يعني يحدث مستقبلا لهم؟ المشاكل الداخلية. إيران الآن بدأوا أو القيادة الإيرانية بدأت تتحرك لأنها استشعرت الخطر، وبدأت تتفهم أن هنالك ضغط دولي، وما تقوم به لن يبقى طويلا. ما حاولت أن تقوم به وما حاولت أن تتدخل به في اليمن لم ينفلح ولن ينجح، لا بالعكس عاد عليها وعاد على اقتصادها وعاد على شعبها. لذلك إيران تخشى من الثورات الداخلية. هم لعبوها بذكاء، ولكن هذا الذكاء أتى متأخرا. فتحركاته إلى عمان أنا أعتقد في أنه محاولة استحواذ للمشكلة. لا نذهب بعيدا سيدي الفاضل بأنه والله هنالك سوريا على الخط، يعني تركون سوريا تركون اليمن. هذا تفكير سطحي. إيران بحد ذاتها يجب أن تعاقب. يجب أن يعلم العالم بأن من سبب هذه المشاكل هم إيران، وأصبحوا الآن هم تحت الضغط. لذلك بدأت التحركات. ماذا يقصدون الإيرانيين؟ أمرين يقصدون منها: دعم الكويت ودعم عمان للتخفيف على إيران من الضغط من قبل الجانب الأمريكي، للتخفيف الضغط على إيران بهذه المحاولة. وأنت عارف العلاقات ما بين الكويت وإيران وعمان، وإيران هي دائما علاقة يعني جيدة، حتى الإمارات على فكرة هنالك نوعا ما من الهدوء، فقط يعني المملكة العربية السعودية والبحرين التي هي فعلا تواجه المشاكل بالإضافة إلى دول الخليج. ولكن أقول أن هنالك يعني فرصة لمد جسور التعاون والعمل مع الإيرانيين. فالمؤتمر اللي اليوم كان في ميونخ أو أمس كانت هنالك تصريحات واضحة لمعالي وزير الخارجية السعودي، أيضا كذلك دعمت من قبل ديمستورا، أيضا دعمت من قبل عدد كبير من الحضور في الاجتماع، لأن هنالك فعلا دولة راعية للإرهاب هي من يؤجج المنطقة. فالإيرانيون يحاولون بصورة أو أخرى يعني استفادة من العلاقات الدولية ما بين، يعني هو قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف سيادة اللواء، هو قال أن يعني يدعو الدول في الإقليم لمعالجة للتعاون حتى تتعالج أسباب القلق والعنف في المنطقة. إلى أي مدى يمكن اعتبار أن إيران جادة في هذا الطرح، خصوصا مع ما نرى من يعني تحركات وتدخلات لها في المنطقة؟ هذا هو لمؤاخذة في هالكلمة من وزير الخارجية، هذا هو السفه بعينه. يعني الآن لنأخذ نموذج واضح مدى تدخل الإيرانيين وتدمير دولة، خذ العراق، هذا أقرب مثال، ولا أريد أن أتدخل في الشأن العراقي. فالجانب الإيراني دائما جانبا يسوف، دائما جانب يطرح هذه الطروحات ويعتقد بأن هذه سوف تنطلي على العالم أجمع، بأننا نمد أيدينا إلى السلام. إذا أردتم فعلا السلام أوقفوا الدعم للإنقلابيين في اليمن، أوقفوا الدعم للإنقلابيين والميليشيات في العراق وسوريا، أوقفوا الدعم لميليشيات حزب الله، وهنا يستطيع العالم أن يتحدث معكم. ولكن هذا هو
الفرس وهذه سياستهم منذ أزل. هم جماعة تسوف تريد أن تدخل في المنطقة بأي كائن كان، استغلت الضعف العراقي، استغلت تفكك الدول العربية، ولكن ولله الحمد تم توقيفها من عدد من الجهات. لذلك أنا لا أعول كثيرا سيدي الفاضل على تصريحات وزير خارجية، قدر ما أعول على أن هنالك تكون نتائج إيجابية من الاجتماعات الثنائية ما بين القيادة الإيرانية والسلطان قابوس، وكذلك يعني باستدعاء أو بحضور الوفد الكويتي. هذه قد تغير في المعادلة قليلا، ولكن أنا أقول لك بأن هذا لم يتم إلا أن كان هنالك ضغط مستمر على القيادة الإيرانية، واستشعرت بالخطر وخسرت في اليمن، وها هي بإذن الله تخسر في العراق كثيرا، وسوف تخسر بإذن الله في سوريا. فهذه التحركات التي يقوم بها الجانب الإيراني إنما هي محاولة لتسويف المواضيع، ومحاولة للاستفادة، ومحاولة لإظهار للرأي العام بأننا سوف نكون جادين. المنطقة لا تحتاج أي من المشاكل، دول مجلس التعاون باليمن وكل كافة الدول العربية تمد يدها للسلام، دائما نحن نريد السلام في هذه المنطقة، لا نريد إيران أن تتدخل في شؤوننا العربية حتى ولو كانت جيران للعراق على مسافة 1000 كيلو. هنالك يعني لا يوجد ثقافة اجتماعية ما بين الفرس وما بين العرب، رضوا الإيرانيين أو لم يرضوا، نحن قبائل عرب أقحاح، هم ليسوا عربا، أي نعم أنهم تحت المظلة الإسلامية، ولكن كان يجب أن يحترموا الجيرة، كان يجب أن يفهموا أنهم كما هي الدول الأخرى الغير عربية الإسلامية تتعاون مع الدول العربية، لأن هذه الدول العربية لنا خصوصيتنا من البحرين إلى موريتانيا جميع. يعني لا يوجد في العالم كله بهذه المسافة يتحدث لغة واحدة سوانا نحن كعرب. لذلك الإيرانيين أنا أعتقد أن هذا نوع من التسويف، ولكن المؤشرات تقول بأن الإيرانيين استشعروا الخطر، المؤشرات تقول بأن الإيرانيين يريدون أن يأخذون زمام المبادرة ويظهرون للعالم بأننا يعني نريد السلام مع العرب، ولكن شروطنا الأولى أن تقص يد الحوثي، أن تعود الميليشيات وتسلم الشرعية إلى حكومة فخامة الرئيس هادي، أن توقف الدعم للإنقلابيين، أن توقف التهريب للأسلحة، أن توقف الدعم وتصرح تصريح واضح بأنها فعلا دعمت الإنقلابيين وكانت تحاول أن تجر المنطقة إلى صراع طائفي، صراع مذهبي، صراع سمي ما تسميه ما بين الطوائف الإسلامية. فهذا هو اللي أنا أشوفه من ناحية من وجهة نظري، أن الإيرانيين استشعروا خطر، ولكن هنالك متطلبات كثيرة يجب أن يعملها الإيرانيين. إذا أشكرك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، انضميت لنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لتواجدك معنا اليوم. وقبل أن أعود إلى المحلل السياسي محمد علي عثمان، مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير نستكمل بعده نقاشنا، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أعود إلى السيد محمد علي عثمان الذي ينضم لنا عبر السكايب من الدوحة. سيد محمد، وزير الخارجية يعني سأخذ هذا التصريح الذي قام به أن على دول المنطقة تعاون معنا لمعالجة أسباب القلق والعنف في هذه المنطقة، هل يعني بالنسبة لما نراه من تحركات ودعم إيراني كما يعني تصفه الشرعية ويصفه الكثير من المراقبين للحوثيين في اليمن، هل هذه التصريحات جادة يمكن أن يعني يمكن أخذها على سبيل الجدية؟ حقيقة التحركات الأخيرة والتصريحات الأخيرة كانت أكثر وضوحا بما فيها موقف الإدارة الأمريكية وموقف الرئيس ترامب الجديد، وحقيقة إيجابي لأنه أكثر وضوح. حقيقة نحن نعرف أن موقف الإدارة الأمريكية من جماعة الحوثي كان موقفا غامضا وكان يتسم بالتواطؤ، ما يمكن أن نسميه التواطؤ، في حين أن كانت الدولة تسقط كان ابن عمر يرعى حوارا في موزمبيق وعليه. فالمواقف الأخيرة هذه إيجابية وجادة على ما أتوقع، لأنه هذه الجماعة وهذه الجماعات عموما التي تغذيها إيران في المنطقة أحدثت بيئة خصبة لنمو جماعات إرهابية، وكذلك أحدثت فوضى وهددت الأمن العالمي والدولي، ولذلك القوى الدولية والجميع استشعر خطر هذه
الجماعات واستشعر خطر إيران في المنطقة وخطر تهديدها للأمن القومي العربي والعالمي عموما، ولذلك هناك ضغوط على إيران، وهذا ما يظهر في تحركات الرئيس الإيراني إلى الكويت وإلى عمان، وهذه الزيارات التي تحدث هي من باب اللحاق بالجنوح لحل سلمي، أو على ما يبدو إذا استمر هذا الموقف الإيجابي من القوى الدولية، وإذا استمر بالوضوح، وإذا أيضا التحالف أنا أرى أنه يتحرك سياسيا بشكل جيد، والشرعية والحكومة اليمنية تتحرك بشكل جيد بالتوازي أيضا كما أسلفنا مع الخيار العسكري المطروح على الأرض الذي سيجعل جماعة تذعن للحل، فالتحركات والتطورات التي تحدث هذه الأيام إجمالا إيجابية، موقف الإدارة الأمريكية الواضح والذي استشعر خطر إيران وأنها تغذي الإرهاب وتغذي الجماعة الإرهابية، حقيقة هذا موقف إيجابي ويخدم التحركات الشرعية في اليمن والتحالف من أجل استعادة الدولة اليمنية. طيب يعني الآن هناك زيارة أمير الكويت الأخيرة إلى عمان، هذه الزيارة هل من المتوقع أن يعني تخرج بجديد على المستوى الوساطة السياسية، خاصة أنها يعني أتت بعد زيارة روحاني إلى كل من مسقط والكويت في ذات الوقت؟ والله حقيقة كما أسلفت أنه الكويت تلعب دور بشير سلام أو وسيط في الموضوع، والتحرك لعمان كون عمان طرف مقبول لدى الجانب الإيراني حقيقة، يعني حتى وحدثت حوارات كثيرة ولقاءات كثيرة مع وزراء خارجية، مع الوفود، مع أطراف دولية كثيرة هناك في عمان، فعمان تعتبر طرف مقبول بالنسبة للجميع، فعليه أنا أظن أن تحرك الأمير الكويت لعمان لإيصال رسالة للإيرانيين أيضا، ولوضع الحل السياسي على الطاولة. والله لدينا مرجعيات ولدينا قرارات دولية، إذا التزمت هذه الميليشيات وإذا إيران أعطت توجيهاتها لهذه الأيادي التابعة لها في اليمن، فالحل السياسي وارد ومطروح، يعني هي فرصة كما أسلفت لإيران ومن تحتها جماعة الحوثي في اليمن، هي فرصة للسلام، فرصة للعودة للحوار، فرصة للوصول لحل سياسي بالتوازي معها الضغط الدولي على إيران وتصنيفها بأنها من الأطراف التي تغذي الجماعة الإرهابية وتقلق الأمن في المنطقة أيضا. لو ربطنا الأوضاع مع بعض، كان الجميع يتوقع أن الإدارة الأمريكية ستنتهك سياسة معادية للتحالف أو للسعودية، وهذا لم يحدث. والدليل أنه حتى الأمير محمد بن نايف يكرم بميدالية وكالة المخابرات الأمريكية لمكافحة الإرهاب، يعني العالم عرف من هي الأطراف التي تغذي الجماعات التي تقلق الأمن الدولي والأمن العالمي والأمن الإقليمي عموما. طيب إيران تسعى لزعزعة المنطقة، ونحن الآن نقدم يدنا لإيران عبر عمان، نقول لها مري أطرافك في هنا وهناك للعودة لطاولة الحوار، فعليهم أن يقتنصوا هذه الفرصة. طيب أستاذ محمد، دعنا نشرك في الحوار الباحث العماني في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عبد الله الغيلاني. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين، حياكم الله. أهلا بك دكتور. هناك تحركات سياسية كثيرة دارت في مسقط، زيارة لروحاني وكذلك زيارة لأمير دولة الكويت، كيف تقرأها؟ أين تحضر اليمن تحديدا فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هناك حراك سياسي نوعي في المنطقة يعني هذه الفترة، ولكن يبقى السؤال كما تفضلت، يعني ما علاقة اليمن أو ما علاقة الأزمة اليمنية بهذا الحراك السياسي الإقليمي؟ يبدو لي أن هذا الحراك، سواء زيارة الرئيس روحاني إلى مسقط وزيارة أمير الكويت المرتقبة غدا إلى مسقط، يبدو أنها تدور حول محورين رئيسيين. المحور الأول هو العلاقات الإيرانية الأمريكية، المحور الثاني هو العلاقات الإيرانية الخليجية. هناك تحول في الموقف وفي الخطاب الأمريكي إزاء إيران، هذا أثار قلقا إيرانيا، خاصة وأنه يأتي في هذه اللحظة التي تمر فيها إيران بجملة من الانكسارات، سواء في الجبهة السورية أو الجبهة العراقية أو فيما يتعلق بالملف النووي مع الولايات المتحدة، الاتفاق النووي. فإيران يعني تعبر خلال هذه اللحظة، يعني تسبح في بحر اللجي وتواجه جملة من المصاعب ومن المتاعب، وبالتالي أبدت إيران يعني حرصا
على ترميم علاقتها بالولايات المتحدة والاطمئنان إلى أن الإدارة الجديدة في واشنطن لن تنقلب انقلابا كليا على الاتفاق الذي عقد مع يعني إدارة أوباما. فزيارة روحاني إلى مسقط يبدو لي أنها تأتي في هذا السياق، تحريك الفرقاء أو الوسطاء الخليجيين وبالذات سلطنة عمان التي لعبت أدوارا جوهرية في الاتفاق الإيراني الأمريكي، تحريك هؤلاء الوسطاء في اتجاه ترميم العلاقة مع الولايات المتحدة، وطمأنت طهران أن إدارة ترامب لن تنقلب انقلابا كليا على الاتفاق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إيران اليوم تبدي اقترابا من الكتلة الخليجية، وقد ورد هذا على يعني لسان أكثر من مسؤول إيراني على رأسهم وزير الخارجية. الدول الخليجية في المقابل لا زالت تتمنع من الاقتراب من إيران، وتطالب إيران بتنازلات على الجبهة اليمنية والسورية والعراقية. الآن أين يقع اليمن من هذا الحراك السياسي كله؟ أنا حقيقة أخشى يعني إن كنا نعول على حل سياسي حقيقي في اليمن، فهذا الحل السياسي لن يكون إلا أفق معطيات ميدانية يمني، بمعنى أنه لابد أن تحدث تحولات على الساحة الميدانية اليمنية، وهذه التحولات تفرز معطيات جديدة، هذه المعطيات تفضي إلى يعني رغبة الفرقاء المتحاربين، رغبتهم في الجلوس على طاولة المفاوضات ويعني الخروج بحل سياسي للأزمة. هذه المعطيات إلى الآن ليست متوفرة، لا زال ميزان القوى في اليمن لا يسمح بالتكهن بالإقدام على حل سياسي حقيقي. فأنا أخشى أن تكون الأزمة اليمنية هي صدأ لهذا الحراك السياسي، أن تكون هي أداة في يد الفرقاء الإقليميين. إيران مثلا، يبدو لي أن إيران اليمن في الاستراتيجية الإيرانية ليست قضية مركزية، ليست قضية جوهرية، وبالتالي يمكن لليمن يعني لإيران أن يعني تبدي شيء من التنازلات وأن تضرب صفحا عن الملف اليمني إذا ما حصلت إيران على منافع أو على مصالح أو على صفقات على يعني جبهات أخرى. فلا يبدو لي أن اليمن حاضرة كقضية مركزية في هذا الحراك السياسي الدبلوماسي الإقليمي، وإنما يتم استخدام القضية اليمنية كآلية من آليات التفاوض، أداة من أدوات العلاقات الدبلوماسية، ولكنها يعني لا يبدو لي أنها حاضرة بقوة. طيب هي هنا تشكل قضية محورية في هذا الحراك الإقليمي. طيب هي هنا دكتور، من وجهة نظرك هل هي يعني اليمن كمعطى أو كأداة كما تفضلت أنت، هل هي يعني أداة لصالح دول الخليج التحالف العربي والشرعية اليمنية، أم هي في صالح إيران وأذرعها في المنطقة في هذا التوقيت؟ لا، أنا أقصد إيران على وجه التحديد. إيران تستخدم هذه الأدوات وتستخدم هذه المعطيات ومنها المعطى اليمني، تستخدمها في إطار التصور أو الحراك الإيراني الطائفي الاستراتيجي بشكل عام. فالقضية اليمنية إذا ما قيست بالمصالح الإيرانية أو الجبهات التي تخوض فيها إيران حروبا في سوريا وفي العراق وفي أماكن أخرى، إذا ما قيست الجبهة اليمنية بهذه الجبهات فهي تأتي في يعني مراتب متأخرة نسبيا. وبالتالي يعني أنا أزعم أن إيران يمكن أن تضحي بالأزمة اليمنية، ويمكن أن يعني ترفع يدها عن دعم الحوثيين في اليمن إذا ما حصلت على مصالح أو على ضمانات على جبهات أخرى. طيب هل من مؤشرات لذلك كنت تراها أنت؟ نعم نعم، أنا يعني أرى أن يعني كما قلت لك أن زيارة روحاني إلى مسقط ثم إلى الكويت دافعها مصالح استراتيجية إيرانية داخلية. تحرك أمير الكويت وصوله غدا إلى يعني مسقط يأتي في هذا الاتجاه. سلطنة عمان أيضا عندها مشاكلها. سلطنة عمان نحن نعلم أن العلاقة العمانية الخليجية يشوبها قدر يعني غير قليل من التوتر، بالذات على الحرب السعودية، لأن هناك افتراقات على جبهات عدة. يعني سلطنة عمان لها موقف إزاء الأزمة السورية يختلف تماما عن الموقف السعودي والموقف الخليجي، لها موقف من القضية اليمنية كذلك يختلف تماما. فحتى على مستوى العلاقة العمانية الإيرانية، الرافض لهذه العلاقة خلال الأشهر المنصرمة، شهرين أو ثلاثة المنصرمة منذ أن وصل الرئيس ترامب إلى السلطة، يعني يلحظ أن هناك تراجعا أو فتورا نسبيا في هذه العلاقة. لم تعد كما كانت من
يعني من قبل. وبالتالي أنا أتصور أن الدوافع الإيرانية هي دوافع يعني وطنية محضة. إيران اليوم في حالة انكسار، في حالة ضعف، وبالتالي هي في حاجة إلى أن ترمم علاقتها مع الولايات المتحدة، في حاجة إلى أن تقترب من الكتلة الخليجية وتحل بعض المشاكل. وبالتالي اليمن يعني ليست أولوية قصوى، ليست ضمن الأسبقيات الكبرى ضمن المرئيات الاستراتيجية الإيرانية في هذه اللحظة. إذن أشكرك دكتور عبد الله الغيلاني الباحث العماني في الشؤون الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. وأعود إلى الأستاذ المحلل السياسي محمد علي عثمان عبر السكايب من الدوحة. أستاذ محمد، وفقا لما قاله الدكتور عبد الله الغيلاني، إيران الآن بحالة ضعف، هي تريد يعني كسب المزيد أو محاولة كسب المزيد مع أمريكا، مع دول المنطقة في ملفات أخرى في المنطقة، لكنها مستعدة كما يرى للتضحية في الملف اليمني. هذا الأمر كيف يمكن أن تتلقفه الشرعية وتعمل عليه سياسيا مع المتحالفين معها بداخل التحالف العربي؟ حقيقة إيران تعيش قلق حاليا، لأنه قبل وصول الإدارة الأمريكية الجديدة وقبل المواقف الدولية الواضحة تجاه إيران حاليا، كانت إيران لديها أوراق رابحة في المنطقة، منها ما حدث في سوريا من تقدم لنظام الأسد وميليشيات حزب الله والميليشيات الإيرانية كذا، في العراق في أكثر من جبهة كانت إيران تملك أوراق قوية، والآن هي تخشى على خسارة هذه الأوراق أو تراجعها، ولذلك هي إيران تناور وتسعى في الوقت الذي تحس الخطر على الجماعات التي تتبعها ستحاول إنقاذها في اليمن. نحن نعرف أن جماعة الحوثي جماعة مقامرة وجماعة جاهلة، لا يمكن أن ترضخ طاولة حوار إلا بضغط إيراني. إيران تدرك حقيقة الوقت المناسب للقبول أو الاستسلام أو القبول لحل سياسي، فهي تحاول من هذه التحركات في المنطقة، إيران تحاول أن تكسب وقت أملاً في تغيرات المواقف الدولية، أيضاً تسعى للمبادرة وكأنها تبادر. طيب وفقاً لذلك اتجاه نحو حل سياسي. نعم، يعني وفقاً لذلك أستاذ محمد، كيف يمكن للشرعية اليمنية أن يعني تأخذ هذا الأمر لتثمر هذه التحركات السياسية أموراً لمصلحتها هي؟ نعم، الشرعية اليمنية تقصد؟ نعم أقصد كيف يمكن للشرعية اليمنية وحلفائها بالتحالف العربي أن يكسبوا وفقا لهذه الرؤية نحو إيران وأذرعها في المنطقة، كيف يمكن لهم أن يستغلوا ذلك الأمر ولكي يثمر لهم على الناحية السياسية؟ هو حقيقة على الشرعية اليمنية والتحالف العربي استغلال المواقف الدولية الواضحة التي تضغط على إيران في الوقت الحالي لترجمتها إلى أفعال. يعني نحن لا نكتفي بمجرد تصريحات وما يحدث على الأرض شيء. طيب برأيك إذن خلال الأيام المقبلة، هل ستتجه الأوضاع نحو نوع من الهدوء على الناحية الميدانية لحساب نوع من التحرك الأكبر في المشهد السياسي، أم أن الأمر مبكر للحديث عن نوع من يعني تسوية سياسية أو مفاوضات حتى؟ أستاذ محمد؟ إذن يبدو أن فقدنا الاتصال بأستاذ محمد علي عثمان المحلل السياسي عبر السكايب من الدوحة. على كل المشاهدين الكرام، نصل بهذا إلى نهاية هذه الحلقة من المساء اليمني. في ختامها يطيب لي أن أشكركم على حسن المتابعة والإنصات، وأشكر ضيوفي الذين كانوا معي تواليا. تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء في طاقم الإعداد محمد المقبلي ومنصور النقاش منتج البرنامج، وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.